وهنا دابا غندخلو في صلب الموضوع. المراحل اللي هضرنا عليهم قبل هما واحد المراحل اللي كتعاوننا باش نوصلوا اننا نشوفوا التصور ديالنا على الموضوع ديالنا كيفاش غيكون، وشنو فهمنا، وكيفاش غنحلو، وكيفاش غنناقشو. دابا غندخلو للديتاي ديال كل يعني النص على حدة، القول على حدة، والسؤال على حدة، ونشوفوا المنهجية ديال تحليل كل واحد، ونبداو بمنهجية تحليل ومناقشة نص فلسفي. أولا خصنا نعرفوا شنو هي مواصفات النص الفلسفي. من المفروض أن النص الفلسفي أو اللي عنده طابع فلسفي كتكون فيه واحد الإشكالية فلسفية أو موقف فلسفي تجاه واحد الإشكالية أو فكرة معينة، باش كيتصف بالوحدة والتماسك، ودائما كيرتبط بالمواضيع ديال البرنامج المقرر. هذه واحد الكلمة الناس اللي حطوا لنا شي حاجة خارج المقرر، هادشي راه ما كاينش. ديما كيكون عنده واحد الطريق خصك تقلب عليها وتلقى كاين الارتباط بالبرنامج اللي عندك انت كتقرا. فينا واخا يبان لك النص بعيد ولا شي حاجه، خصك تقراه وتعاوده وتقراه وتعاوده حتى توصل لشنو انت فينا هو الترابط اللي كاين مع المقرر ديالك. ملي كنقول لك يتصف بالوحده والتماسك، يعني انه في موقف واحد ومتماسك، يعني داك اللي كيهضر عليه كيدافع عليه بكل ما اوتي من قوه، وعنده موقف واحد ماشي عنده بزاف ديال المواقف، وهو دائما كيحيلنا على مفهوم فلسفي واحد ولا اكثر. يعني يقدر يكون فيه مفهوم واحد او لا اكثر، ويقدر يهضر لنا على مجزوءه كامله، ويقدر يهضر لنا جزئيا على شي مجزوءه، ويقدر يهضر لنا على مجزوءه او اكثر من مجزوءه. يعني هادو هما المواصفات ديال النص الفلسفي، باش تعرف انك امام نص فلسفي. لكن حنا بمجرد ما كيبان لنا النص طويل، كيبان لنا الكتابه كاينه بزاف، كنقولوا هذا نص فلسفي. هذا باش تعرف علاش دو بلوس علاش انت كتقول على هذا نص فلسفي. المنهجية ديال التحليل ديال النص الفلسفي، بعد قراءة النص بزاف ديال المرات وقراية ماشي قراية جيدة، يعني كتهدف لاستيعاب المضمون، وكذلك انك تقرا العبارة المدللة له، يعني باش كيسالي وتفهم وتحاول انك تعرف شنو هو المطلوب من هذيك العبارة، كما انك خصك تخدم كما قلنا من طبيعه الحال انك تخدم المسوده باش دير كل حاجه طاحت لك على بالك. يعني وانت كتقرا النص اي حاجه جات لك في بالك اللي طبعا هي عندها علاقه بالنص دونها واكتبها، حيث من بعد غادي تضطر انك تكتب واحد ترسم واحد الخطط عامه اللي هي غادي يكون عليها الانشاء الفلسفي ديالك. وطبعا هادشي وفق الخطوات المنهجية اللي هضرنا عليها. أولا الخطوات اللي غنعتمدوها، طبعا أول خطوة اللي هي المقدمة. وهاد المقدمة شنو يمكن تتضمن؟ أول حاجة كتضمنها المقدمة في التحليل ديال النص الفلسفي هي موضوعات النص، يعني فين كتموضعو، فين كتحط هذا الموضوع ديال الامتحان، فين كاين، يعني هو تأطير النص. وذلك تيكون خلال انك تربطه بمجزوءه ولا جوج ولا اكثر، وكذلك كتربطه وسط هذه المجزوءه او لا واحده اخرى بمفهوم او مفهومين، اللي كنقولوا اليوم باب او بابين، يعني مفهوم او مفهومين. ولكن يقدر تربطه ميم يعني الى حد ابعاد حتى بمحور او محاور في هذا الباب هذا او في هذا المفهوم او المفهوم الاخر. لكن خص ديما شنو هو الشرط باش تحترم هذا الشيء، هو انك تكون عندك القرائن والمؤشرات، مفاهيم، عبارات، تساؤلات، اللي تكون يا اما اللي كتدير واحد التواصل ما بين المفاهيم، سواء بطريقه صريحه او عن طريق التلميح لهذه المواقف. طبعا تلميح المواقف تنقصد به المواقف اللي كتلمح الموضوع النص ديال الامتحان اللي كاين في هذا المجزوء او لا في هذا المفهوم ولا في المحور او غير ذلك. ولكن التأطير ديالنا كما تنقولوا واحد المرحله اللي هي مهمه، لان الا كان التأطير ديالنا غير شويه ماشي حتى ليه، راه يقدر يخرجنا على الموضوع. وهنا يعني القوه ولا الجماليه ديال الكتابه الفلسفيه انها ما فيهاش ما كاينش شي حاجه اعتباطيه، كل شيء خصو يكون مدروس. ما تخلعوش من تسمعوا كل شيء خصو يكون مدروس، ما تعنيش ان كل شيء خصو يكون محفوظ، لا، لكن خصك تكون تمرنتي وعطيتي واحد الوقت وواحد المجهود
على حسب الاستطاعة ديالك. من بعد الموضوعة ديال النص كيجي الطرح الإشكالي، وهذا تيتحدد أنك خصك تكتب من خلال النص على الأسئلة الصريحة ولا الضمنية اللي بغى النص كيتسنى منك الجواب عليها، أو لا من العبارة المدللة له اللي كما تنقول المدللة يعني اللي كيسالي بها النص. وانطلاقا من هذا الشيء خصك دير واحد الصياغة ديال الإشكالية، واحد الجملة من التساؤلات اللي كتنتقل فيها طبعا من العام، العام يعني هو شنو كاين في المجزوءة ولا في المحور ولا في الباب كله، إلى الخاص شنو كاين في النص ولا الموضوع ديال الامتحان أولا العبارة المدللة له، وذلك بلا تبالغ ولا تقصر. يعني في المقدمة خصك دير موضوعات النص، خصك تأثرو باش تعرف واش هو واش كيهضر على واش كيهضر على مفهوم واحد، واش كيهضر على جوج المفاهيم، واش كيهضر على مجزوءة، واش كيهضر على جوج مجزوءات ولا أكثر. وذلك كما قلنا انك تدير عبارات تساؤلات اللي كتعطيك يا اما صراحة ان هذا الموضوع راه كينتمي لهذه البلاصة، النص اللي عندك كينتمي لهذا المفهوم ولا هذه المجزوءة، او لا بطريقة غير مباشرة انت استنتجها. وقلنا الا كان التأطير ديالك ماشي كامل فهذا الشيء يقدر يخرجك على الموضوع. باش يجي من بعد الطرح الاشكالي هو انك كتشوف شنو هي الاسئلة الصريحة اللي كاينة ولا اللي كاينة تحت السطور في هذاك النص، وشنو هو الهدف ديالو وعلاش باغي يجاوب هو بالضبط. علاش؟ باش انت كتجي وكدير واحد الصياغه الاشكاليه، يعني جمله ديال التساؤلات اللي انت كتمشي فيها من العام، شنو هو العام، هو ديك المجزوءه اللي لقيتي ان الموضوع كينتمي ليها ولا هو ضمنها ولا ضمن واحد المفهوم معين، الخاص اللي هو شنو كيهضر عليه بالضبط في هذاك السؤال. وهنا العرض كما قلنا اللي فيه التحليل والمناقشه. طبعا التحليل كيتضمن مجموعه من العمليات اللي كلها كتمشي لواحد الهدف واحد، هو انك تتعامل من النص مع من الداخل ديالو. اهم ما كيجي فيها هو تحديد وتحليل الفكره الاساسيه الموجهه ولا الناظمه للنص، يعني الاطروحه اللي كيهضر عليها النص ولا كيتبناها ولا كيدافع عليها. طبعا كتجي المرحله ديال التحديد وتحليل الافكار الجزئيه اللي كتشرح الاطروحه ديال النص واللي كتمحور على الاطروحه ديال النص. طبعا كيجي تحديد وتحليل المفاهيم الاساسيه للنص، انك تكتشف على الدلالات ديالها وشنا هي العلاقه ديالها والتقابلات ديالها مع بعضها البعض والتقاطعات اللي كاينه بينها ببعضياتها، لان كما قلنا هذا الشيء ديما حنا كنهضروا من الداخل ديال النص. وطبعا تربطها بالمجالات ديالها النظريه. تيجي عاوتاني الكشف عن طريقه ولا طرق النص، كيفاش كيعرض هو الاطروحه ديالو وكيفاش كيتبسها وكيفاش كيدافع عليها، ولا كما كيقولوا البنيه الحجاجيه للنص. كلشي كيعرف ان البنيه الحجاجيه النص هو داك النص كيفاش تكون وكيفاش التركيب ديالو باش يدافع على واحد الفكره. انت خصك تكشف هذه الطريقه هذه، ولا اذا كانت بزاف ديال الطرق حتى هي تهضر عليها وتشوفها. يعني هذا هو التحليل اللي كيكون من داخل النص، يعني عندك ما عندك والو، عندك غير داك النص كتجبد منه اكبر عدد ديال المعلومات عن طريق التحليل والتفكير والتدقيق في كل حاجه. باش كتجي المرحلة الثانية اللي هي المناقشة، ولا عقلتو قلنا فيها نقد داخلي ونقد خارجي. النقد الداخلي اللي هو خصك تشوف مدى التماسك يعني البناء المنطقي للنص، أو مدى الانسجام الحاصل ولا المنعدم بين المقدمات المنطلق منها تصريحا أو تلميحا والنتائج اللي كتوصل ليها، سواء كانت ظاهرة سواء كانت كما قلنا بين السطور يعني مضمرة ولا مخبية. وطبعا خصنا الوقوف على القوة ديال أساليب الإقناع المعتمدة في النص بالأدلة، يعني شنو الأدلة اللي استعملات، شنو البراهين، شنو الأمثلة، وشنو الاستشهادات. النقد الخارجي يعني خصك تكشف سواء في الدرس ولا في المعارف ديالك على الأطروحة ولا الأطروحات اللي كتساند أطروحة موضوع الامتحان ولا كتعارضها، سواء كليا سواء جزئيا، بلا ما يعني هادي تنقولوا تعصب لواحد المبدأ ما أو لا أطروحة ما، لا كتحطهم كاملين سواء اللي كتعارض سواء اللي مع، باش تناقش الأطروحة من حيث القيمة ديالها والحدود ديالها. القيمة ديالها يعني هي كقيمتين فين كتمشي هاد الأطروحة ديالها، شنو القوة ديالها، كيفاش كتدافع على راسها وسط الأطروحات الأخرين، والحدود ديالها يعني فين كتمشي حتى ملي كتبقى تناقش وكتبقى قوية 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 حتى كتجي واحد الأطروحة أخرى سواء معارضة سواء مؤيدة. إذا كانت معارضة كتجي كتحبسها وكتقول لها ها الصواب فينا هو من نظر صاحب ديك الأطروحة، ولا كتجي مؤيدة لها واللي كتهز الحوار لواحد
نيفو واحد اخر ولا واحد المستويات اخرى من النقاش، وهذا هو اللي كيتسمى الحدود ديال الاطروحه. طبعا الخاتمه كيكون عندك فيها اختيار، يعني شوف انت الصيغه اللي تعجبك وديرها في الخاتمه، سواء تخرج بخلاصه تركيبيه اللي منسجمه مع التحليل والمناقشه ديالك، وإلا تطلب منك يمكن تدير الرأي الشخصي ديالك إلا تطلب منك، ولكن تكون واحد المرونة وانفتاحية واحترام للرأي الآخر والإيمان أنه فوق كل ذي علم عليم، وتعرف أن الحقيقة راه تتبقى نسبية، ماشي أي واحد فينا عنده حقيقة مطلقة. أو لا طريقة أخرى ديال الخاتمة، تحول النتائج ديال التحليل والمناقشة اللي دازو لتساؤلات إشكالية اللي كتحل واحد الآفاق للتفكير، تكون اكثر رحابه وكتمشي لمستويات اخرى من التفكير، وكتحاول انها تعمق معالجه الموضوع المطروح ومواصله تدارسه، يعني انه كتقول لك لا الموضوع ما حبسش هنا، وهذه يعني شي حاجه زوينه انك تلقى شي موضوع فلسفي كتبو شي مترشح حر ولا متمدرس، وكتلقى في ذاك الموضوع انه كيقول لك ها احنا وصلنا لهذه الفكره، ولكن انا تنقول لك ان ممكن وممكن نشوفوا هذه ونناقشوا هذه ونناقشوا هذه، يعني بحال اللي قلنا كيتهز المستوى ديال التفكير لواحد المستويات اعلى، وكيبان ان ذاك اللي كتب ذاك النص قدامك واحد الانسان فاهم ماشي حافظ، فما بالك الا كندير شي حاجه اخرى من غير حافظ. او لا يمكن لك تجمع وتزاوج ما بين الخلاصه التركيبيه من جهه والطرح الاشكالي ديالك من جهه اخرى، بدون ما تولي الخاتمه يعني بحال اللي قلتي فيها واحد النوع ديال التكرار شنو سبقتي هضرتي عليه، يعني انك تشد يعني الخلاصه ديالك، يعني ها انت بديتي من هنا من التحليل ديالك قلتي غنحط هذه الفكره كاينه في التحليل وهذه كاينه في المناقشه وهنا وهنا، وجيتي درتي الطرح الاشكالي ديالك في الاخر، تقدر تزاوج بين هاد الجوج هادو، ولكن ما تبانش انك كتعاود تقول لينا شنو ديجا قلتي، لا خاصك تلقى واحد الصياغه اللي تبين ان الخاتمه هي واحد الشيء جديد ما هضرناش عليه، ولا واحد فكره جديده اللي هي كتصلح انها تختم بها الموضوع، اللي كدينا الافاق اخرى، لكن هي ليست اجترارا لما سبق ذكره. هادشي. وندوزو الان لمنهجيه تحليل ومناقشه القوله. كما تعودتوا دابا ديما كنهضروا على اول حاجه هي المواصفات ديال القوله. القوله كتميز بالتركيز والكثافه وقصر الحجم. التركيز هو ان الاطروحه سواء باينه سواء مخبيه وخصك تجبدها نتايا، فكاين واحد التركيز. والكثافه يعني كنحاولوا نشحنوا الافكار في واحد شي حاجه اللي قصيره، واحد اربعه سطور ولا شي حاجه كنشحنوا فيها اكبر عدد ديال الافكار اللي كتخدم واحد المفهوم. وقصر الحجم راه طبعا الكثافه وقصر الحجم راه هادو واحد جوج حوايج اللي كيمشيو مع بعضياتهم. لكن ملي تسمع التركيز الكثافه قصر الحجم وبزاف الامور ما متعتقدش انها راه حتى هي كترتبط بموضوع مواضيع البرامج يعني المقرره اللي عندك، وهي ديما كديك على واحد كديك لواحد المفهوم فلسفي واحد ولا اكثر من فاهم واحد مجزوءه، كما انها حتى هي بحال نص يمكن تكون فيها مجزوءه وحده جوج او اكثر. فلذلك كنعاود نرجع نهضر مع الناس اللي كيقول لك لا انا غنميتريزي غير هذه المجزوءه، فلذلك قلت لك انا اذا ميتريزيتي ثلاثه كاين احتمال كبير تكثر النسبه، ولكن الا قلتي انا مجزوءه وحده راه بعض المرات ما قوله وحده ونص واحد يقدروا يكونوا فيه بزاف ديال المجزوءات. وهي طبعا حتى هي كتكون مذيله بسؤال اشكالي ولا شي مطلب مزدوج اللي هو كيهضر في المستوى ديالو الاول على مضمون القوله يعني الفهم والتحليل ديالها، وفي المستوى الثاني ديالو على القيمه ديالها والابعاد ديالها يعني النقد والمناقشه ديالك انت. وطبعا حتى هي في المقدمه ديالها عندها ما يسمى بموضوعات القوله، يعني خصك دير واحد التاطير القوله اللي هي طبعا موضوع الامتحان، حتى انك حتى هي تربطها بمجزوءه او اكثر، وفي المجزوءه تربطها بمفهوم او اكثر، وتقدر كذلك ممكن تربط هي بمحور ولا محاور وسط هذا المفهوم، يعني كتمشي معاها كما تنقولوا ديما من العام الخاص، يعني كتبدا بها هي اين فين كاينه اين مجزوءه نقدر نربطوها ولا اين مجزوءات، من بعد اين مفهوم ولا اين فهم، ومن بعد اين محور بالضبط. طبعا باش توصل لهذا الشيء دائما الشرط هو انك تكون عندك القرائن والمؤشرات
خصك تكون عندك اللي كتجبدها منها، يعني المفاهيم، العبارات، التساؤلات اللي ديما هي كتهضر، يا اما صريحا كما تنقولوا، ولا عن طريق التلميح على مضمون القوله بهذا المجزوءه ولا هذا البهم ولا هذا المحور ولا غير ذلك. واذا كان التاثير ديالنا حتى هو بحال ديال النص متعسف، يعني ماشي تلهيه، فتا هو يقدر يخرجنا على الموضوع. وهنا كتجي المرحله الثانيه طبعا، اللي هي الطرح الاشكالي، واللي كيتمثل في انك تبرز المفارقات الاشكاليه اللي كاينه وسط هذه القوله. ديما كنقولوا بشكل صريح، ولا يعني ديما القوله او النص او السؤال، يا اما تلقى بصراحه كيقول واحد الحاجه، يا اما داكشي انت كتستنتجه، يعني كيكون ضمنيا وسط القوله. ومن جهه اخرى يعني خصك تعرف السؤال المرفق شنو هو المجال ديالو، شنو هي الحدود ديالو، الترابطات، الرهانات اللي كيتعرض ليها في العلاقه ديالو بالقوله. وهذا يعني كبدايه ما ضروري خص غادي يديك الواحد ضروري يديك من هذه المرحله مباشره للفهم والتحليل، النقد والمناقشه. يعني اوتوماتيكمون يعني ملي كتوصل لهذه المرحله ديال انك كتبدا تشوف شنو هي الترابطات، شنو هي الرهانات اللي كاينه في السؤال اللي مع القوله، فاوتوماتيكمون انت كتمشي خصك تفكر انك يعني مطلوب منك انك تفهم وانك تناقش بطريقه صحيحه. كيجي العرض طبعا، المرحله الاولى اللي هي التحليل، واللي فيها مجموعه ديال العمليات، لكن من الاساس كيكون فيها يعني تحويل القوله ومنطوق القوله، يعني شنو جا فيها ككلمات والمضمون ديالها الى اللغه يعني ديالك الخاصه بك انت كمترشح، سواء عن طريق افعال الشرح ولا التفسير ولا التوضيح ولا التحليل او لا التوسع. طبعا كاينه مرحله اخرى اللي هي انك تأول الدلالات ديالها، بحيث انك كتركز على هذه المصطلحات والمفاهيم اللي كتاسسها وكتربطها مع مفاهيم ولا مصطلحات بالسياق ديالها الاشكالي ولا المجال ديالها التداولي، حتى حقلها الدلالي يعني اللي تستعمل فيها ولا مختلف الايحاءات واحالات و... و... إيحاء... الإيحاء... الايحاءات ديالها ولا الاحالات ديالها المرجعيه، سواء الضمنيه اللي يعني كاينه وسط من القوله، سواء الصريحه. يعني هادشي كامل تيدخل انك كدير واحد النوع ديال التأويل. التأويل يعني واحد الشرح وتفسير واضح، يعني كتأولها. كنقولوا تأويل الاحلام، يعني الحلم كيكون يعني فيه واحد الحوايج، دلالات، اشارات، انت كتشدها كامله كتردها شي حاجه تفهم، ذلك اللي مطلوب منك هنا مع القوله. طبعا خصك ايضا في التحليل دائما انك تحلل الموقف ديال صاحب القوله، بانك توقف على الحجج اللي كتفترضهم انت واللي تخليك تعاود تبني ديك القوله، فهمتيني، وتدعمه استدلاليا ولا معرفيا، بحيث انك كتستحضر واحد الاطروحات ولا اطروحه وحده ولا بزاف الاطروحات اللي كتساندو، يعني بحال اللي كتعاود الصياغه ديالها، تتعاود يعني تحلل الموقف ديال صاحب القوله، وكانك كتعاود تبنيها، تبني ديك الاطروحه اللي عنده، بحيث ان الحجه ديالك كتكون جايه من استحضار اطروحات اخرى، طبعا كتكون مسانده له، مسانده لموقف صاحب النص. وطبعا من العمليات ديال التحليل انك تسائل موقف صاحب القوله. علاش؟ حيت ما تنساش انك ديما في النص الفلسفي انت كتسائل صاحب القوله. علاش كتسائله؟ باش تناقش معاه. اذا كنت انت غادي معاه على طول الخط وما زيرتيش، هي تأزيمه، يعني كتحاول تزير الفكر ديالو، تعرفو فين كاين، باش كتمهد انك غادي تدخل معاه في نقاش. فهذه هي اللي كتعني مساءله موقف صاحب النص. ثانيا طبعا المناقشه الداخليه والخارجيه. طبعا كنبداو بالداخليه اللي كتجلى كما كنقولوا اساسا في ابراز حدود صلاحيه وسداد وتماسك وكفايه الموقف المتضمن في القوله، مع الوقوف على النتائج غير الظاهره في منطقها والتي ينبغي استنباطها استنادا على قرائن ومؤشرات معينه كالمفاهيم والافكار لمعرفه رهانتها في الحال والاستقبال. ثم كيجي النقد الخارجي اللي يتمظهر في استحضار الاطروحه او الاطروحات النقيضه المضاده للاطروحه المتضمنه في القوله، بعيدا عن المباغته غير المبرره او تصفيف الاطروحه الواحده بجوار الاخرى، وذلك فقط بهدف المقارنه ولا المقارعه، لا باش خص تكون واحد المقارنه ومقارعه اللي كتخلق لنا واحد النقاش بين هاد المواقف، اللي كيعطينا واحد الامكانيه ديال اننا نوسعوا افق ديال التفكير ديالنا في القوله، وما نكونوش
سواء متهاونين مع صاحب القولة سواء متحاملين عليه. هذا هو النقاش. علاش كتلاحظوا ان فاش كنا كنضرب في النص كتيبان هذا الشيء بسيط، يعني غنجيب هذه لكن هنا كنقولوا لا، غتستحضر الاطروحات والاطروحه النقيضه وتحاول تشوف شنو هي الاطروحه المتضمنه في القوله، بعيدا عن المباغته. شنو هي المباغته؟ انك تحاول تباغت بطريقه غير مبرره، ولا انك تسد الاطروحات وتصافهم واحده 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 في انتظار انك تخدم فقط الرأي ديال صاحب القولة، ولا أنك تدحضه بصفة عامة. لا، توسيع الفكر والمناقشة هو أنك ما تتهاون معه، ما تتحامل عليه، توسع النقاش وتجيب أطروحات كاملة وتخليها تتفاعل ما بيناتها باش يخرج لك واحد النقاش اللي هو غني بالمعارف وبالمفاهيم. هنا كنجيو طبعا للخاتمة، واللي من خلالها يمكن إما تستنتجو كما كنا هضرنا في النص ان كاين ثلاثه ديال الاساليب ولا الطرق باش نديروا الخاتمه ديالنا الموضوع الانشائي. كذلك القوله فيها ثلاثه الاساليب. الاولى نستنتجوا خلاصه اللي تكون منسجمه مع العناصر ديال التحليل والمناقشه اللي سبقنا هضرنا عليهم، خلاصه منسجمه. وهذا الشيء ما تيكونش في المواضيع اللي كنكونوا جايبين معنا واجدين. بعض المرات كيكون النقاش والتحليل في جهه والخلاصه في جهه، ولا كتكون واخد حاجه من هنا وحاجه من هنا، وفي الاخر ملي كتجي دير واحد الخلاصه ما كيكونش واحد الانسجام وواحد التناغم. يعني الاحتمال الاول الخلاصه تكون منسجمه مع عناصر التحليل والمناقشه اللي سبق لك انت هضرتي عليهم، ماشي هضر عليهم شي واحد. الطريقه الثانيه ممكن الانفتاح على تساؤلات اللي كتجاوز الاطروحه ديال القولة اللي حنا كنهضروا عليها، ولا الأطروحات، ولا يعني سواء المؤيدة سواء المناقضة اللي هما تيساهموا في التأسيس ديال الأطروحة اللي كنهضروا عليها، ولا تجاوزهم بجوج، يعني تجاوز لا المؤيدين لا المعارضين، وبذلك كما تنقولوا أنت كتوسع النقاش وكديه لمستويات أخرى. أو يعني الطريقة الثالثة هي أنك دير واحد انسجام ولا تزاوج بين الخلاصة التركيبية العامة من جهة والطرح الإشكالي اللي بديتي به من جهة أخرى، بحيث أنهم يكونوا بجوج منسجمين مع شنو هدرتي في العرض ديالك، يعني شنو درتي في التحليل ديالك وفي المناقشة سواء الداخلية سواء الخارجية، وكما قلنا بلا ما يكون هناك تكرار وبلا ما دير واحد الحشو ولا إفهام لشي حوايج اللي هما أصلا ما تهدرش عليهم في القولة، ولا شي حاجه اللي اصلا ما طلبتش منا اتجاه هذه القوله هذه. يعني كما تنقولوا هذا ما يسمى، هنا نقدر نقول لكم واحد القضيه، ان الخروج عن النص في الفلسفه ما نقولش بعيد على الخروج عن النص مثلا في شي انشاء ادبي، ولا في شي تعبير انشائي بالفرنسيه، ولا في شي لغه انجليزيه ولا شي حاجه، بحيث انه ديما انت خصك تعرف انك ملي كتجاوز شنو مطلوب منك فانت غالبا كطيح في الموقف هو انك انت راه غادي لواحد البلاصه اخرى ماشي هي اللي حنا بغيناك تمشي ليها في الاساس. والآن وصلنا للشكل الثالث ديال الامتحان ديال الفلسفة اللي هو السؤال، وغنشوفو منهجية تحليل ومناقشة السؤال. طبعا كنبداو ديما بالمواصفات ديال السؤال الإشكالي المفتوح. السؤال الإشكالي المفتوح أو الحر ما عندوش صيغة نمطية واحدة، ولا بالعكس كيكون عنده صيغ إشكالية متعددة، حيث يقدر يكون السؤال الإشكالي المفتوح يطرح مشكلة واحدة بصيغة استفهامية مباشرة، ويقدر يتعرض لواحد اللوبس ولا شي حاجة متناقضة ولا شي مفارقة فلسفية، ويقدر هو السؤال واخا هو غير سؤال يتضمن موقف ولا شي أطروحة ولا أكثر، يا إما هو تصريح ولا غير تلميح، ويتطلب منا الكشف عن الظاهر والمخبي وحنا كنحللوه، يعني كنحللو السؤال وكنناقشوه على حسب الطلب اللي تطلب منه. يعني راك عارف اما تيكون عندك حليل اوضيح ابريز قارن ولا ناقش، وهذا كيدينا ديما على مجال اشكالي سواء مفهوم واحد ولا الاكثر، وسواء هضرنا على مجزوءه واحده ولا على بزاف ديال المجزوءات. يعني السؤال رغم انه يبان لك بسيط نقدر ندخلوه في ما يسمى بالسهل الممتنع، يعني ماشي بسيط وماشي صعيب، لكن في نفس الوقت نرجع نهضر على القضيه اللي هضرت عليها ما بين النص والقوله. السؤال خصك تعرف ان بزاف الناس يقول لك السؤال سهل لا القوله سهله لا النص سهل. لا، كل واحد فيهم عنده نقاط القوه ونقاط الضعف.
نقاط القوة ديال السؤال هو أنه تعطيك واحد الحرية في التعبير، وأنك يمكن تهضر على بزاف ديال الأشياء، لكن النقاط الضعف ديالو بالنسبة لك أنت، يعني اللي كتخليك ضعيف أمامه، هو أنه بعض المرات ما عندك والو، وأنت خصك من سؤال بسيط أنك تخرج واحد المفاهيم وتكبرها. فهمتيني؟ يعني بحال قلت لك عندك سؤال في سطر واحد، هذاك السطر خصك تصايب منه 4 سطور، ومن 4 سطور خصك تصايب فقرة، والفقرة خصك تصايب نص فيه 20 سطر، وخصك هادشي كامل اللي لقيتي عاد تبدا تحلو وتبدا تناقشو. فلذلك قبل ما يوقع الاختيار ديالك واش غنخدم سؤال ولا غنخدم نص ولا غنخدم قولة، ديما كنعاود نقول لك رجع، وحنا راه غنقومو بالتقسيم ديال الفيديوهات كل واحد بوحدو، يعني غنحطو يعني طريقة المنهجية التعامل مع السؤال بوحدها، والقولة بوحدها، والنص بوحدها. حاول تشوف كل واحدة على حدة، إذا بغيتو الفيديو كامل شوفه، لكن تشوف كل حاجة على بوحدها وتحاول تدرسها وتخدم عليها مزيان باش تعرف القوة ديال كل واحد فيهم وكيفاش كنتعاملوا معاها. إذا كيفاش كنديروا المنهجية ديالي؟ يعني خاصك تعرف أن ما كاينش تصور منهجي واحد يمكن تعتمده أنك تتعامل مع السؤال الإشكالي. علاش؟ لان كاين تباين في الصياغ او في المطالب، وخصك تعرف ان الامر يعني وانت كتناقش السؤال خص يكون واحد الاجتهاد. علاش؟ لان كما قلت لكم السؤال هو واحد الجمله محطوطه قدامك، منها غتجبد واحد المناقشه فلسفيه، فما تحتاجش انا نزيد نشرح لك شنو هو الاجتهاد وشنو هو الجهد المبذول باش انك توصل للمستوى ديال انك من داك السؤال تحلل وتناقش وتكسب منطلق من السؤال، يعني لا يتجاوز جملة ولا جملة ونصف، وغالبا تيكون سؤال راك عارف سؤال قداش تيكون، خصك تمشي منه لواحد الموضوع كبير. وهنا خصك تعرف ان السؤال شنو القوة ديالو، كما قلنا انه قابل انه يتطور ويتطعم، وانك تغنيه بالمفاهيم وبالاطروحات المؤيدة والمعارضة. مقدمة هو تيعتمد نفس الحوايج اللي كيتعتمد عليهم سواء النص سواء القولة. أولا كاين موضوعات السؤال، يعني خصك تأثرو حتى هو، تحطو في سياق النظر العام، وكذلك تربطو بمجزوءة ولا مجزوءات معينة. ووسط هذه المجزوءات طبعا قلنا كاين مفاهيم، ووسط المفاهيم كاين محاور، وباش كتعرفو هو كيلامس هذه المحاور يعني كتستند على المؤشرات والقرائن اللي كتدل على ذلك. هادشي منين؟ أنك كتبرز القضايا والمفاهيم اللي كيحيلك عليها في الدرس، وشنو الهدف منها، وانك تبرز العناصر ديال الاشكال ومختلف الترابطات في الافق باش دير واحد الاعاده ديال الصياغه وتبنيه تمهيدا باش تعالجه. يعني السؤال كامل انت بحال اللي كتشدو كتعاود دير ليه واحد البناء جديد وواحد الصياغه. علاش؟ باش غادي تعالجه بالطريقه ديالك. ثانيا كيجي تفكيت، تفتيت ولا تفكيك، هي اللي قلت لها قبل ديكورتيكي وما لقيتهاش بالعربيه، هي كاين تفتيت ولا تفكيك. السؤال الاشكالي المفتوح لواحد الاسئله جزئيه اللي كتهضر على مختلف القضايا والمفاهيم اللي كيظهرها او منطويه تحت السؤال. ثم تيجي ثالثا الترتيب المنهجي المنطقي للاسئله، يعني انك خصك دير واحد الترتيب منهجي بشكل تنازلي كنطلق فيه ديما من العام وتجي للخاص، ولا من الكلي وتجي للجزئي، يعني من اشكاليات المجزوءه ولا المجزوءات اللي كيديك عليها هذا السؤال الاشكالي المفتوح للسؤال الصريح المطروح بالذات. وانت كتوصل لهذا الشيء مرورا بواحد التساؤلات اللي كتيرها مختلف المفاهيم والمحاور اللي كيلامسها هذا السؤال. يعني هذا الشيء واضح، فقط خصو انك تعطي راسك الوقت تعاود تقراه وستيلو ورقه، وتحاول هذا الشيء تحط، يعني اول حاجه تحط المقدمه وتحاول تخدم عليها هي الاولى، ها كيفاش كيتخدم السؤال، ها كيفاش المقدمه ديالي. وانا شخصيا انا جيت الراي ديالي ديما كنلقى ان السؤال الواحد متمكن من الماده هو اسهل، واحد جديد ولا شي حاجه تنقول ليه ديما سير بدرجه اولى للنص وبدرجه ثانيه للقول. علاش؟ لان النص كيبقى هو الاغنى، حيت هو كيعطيك واحد الخريطه ديال الطريق كيفاش تمشي في التحليل ديالك الفلسفي. المقولة كتصغر عليك شوية الطرق، خاصة إذا الافتراض ديالك ما كانش في محله ولا لقيت صعوبة أنك تجبد الأطروحة المفترضة، فما بالك بالسؤال اللي كل شيء مضمر وسط منه. في الغالبية ديال الأحيان كل شيء خاصك تقراه وسط السؤال، لدرجة أنك أنت غتكون تساؤلات أخرين وتجاوب عليهم. لاحظ
طبعا كاين بزاف ديال الطرق باش نخدموا العرض والتحليل، ما نهضروش عليها كاملة، نهضروا على البعض منها اللي هو فيه اننا نحاول نشرحه ونوضحوا المفاهيم والمصطلحات اللي واردة في السؤال بشكل صريح، ولا حتى اللي كيلمح ليها ولا اللي كيهضر عليها بطريقة غير مباشرة. طبعا اضطر انك تستحضر المعرفة الفلسفية الملائمة ومختلف الاطروحات اللي كتعالج الاشكال المطروح، وهنا خصك تنتبه للاشياء الاتية. خصك تنتبه انك ما تقصرش وما تبالغش في اختيار المادة المعرفية الموظفة باش تجاوب على الاسئلة اللي طرحتيها في التقديم ديالك. خاصك دير واحد الحوار افتراضي بين جميع الاطروحات اللي عيدتي عليها، في العوض لانك تحطها واحدة 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 وتبقى تنقز من ولا يعني تنقز من هذه الاطروحة لهذه الاطروحة، لا خاصك تحطها كاملة قدامك يعني بشكل متعادل، هادشي ماشي غير في السؤال، حتى في المقولة ولا في النص، تجيبها بطريقة يعني متكافئة، وتحاول دير واحد الاحتوار حوار افتراضي بيناتهم وتشوف شكون اللي غيغلب على الاخر. خاصك تكون موضوعي وتكون عندك واحد النوع من الأمانة، من الأمانة العلمية، بحيث أنك تهضر على كل أطروحة وتعطيها حقها من التوضيح والتوضيح وتحاجج عليها والتمثيل والاستشهاد بدون إفراط ولا تفريط. يعني وأنت غتحط هذوك الأطروحات كاملة قدامك، كل واحدة تعطي حقه، هذه يعني تدافع عليها وتحضر، تدافع على هذه وتحضر، وتدافع على هذه وتحضر. حيت لحد الان هنا ما مطالب، ما انت ما مطالبش برأي شخصي ولا بانتصار لشي اطروحه على الاخرى، فهمتيني؟ وهذا هو اللي كيخرج لنا واحد النص فلسفي مخدوم بطريقه مزيانه، هو الانسان اللي كتحس بيه انه ما كيغلبش لك فكره على الاخرى، بالعكس كيناقش كاملين بطريقه يعني متساويه. خاصك تعتمد البناء الحجاجي والمنطقي للمضامين الفلسفيه وتتفادى الانتقال المفاجئ ما بين الاطروحات بدون ربط منهجي ولغوي اللي يكون عنده واحد النوع ديال المنطق بيناتهم. اللي كما قلنا كتحطهم كاملين على قدم وساق، وتحاول كل واحد تهضر عليه وتوفيه الحق ديالو بلا ما تبقى تنقص من وحده لوحده. طبعا خصك تفادي الحشو والاضناب والاستظهار الامين للدرس، يعني ماشي تقول هذا السؤال صافي يعني كلشي باين، يعني داكشي ديجا عندي مكتوب، غنجي ونحط داكشي ما غناقش ما غنحلل، لان السؤال كيعطيني انني غير نحضر الاطروحات اللي بغيت والمناقضه اللي بغيت، فنمشي نجيب انا داكشي اللي انا حافظه ونحطه. لا هذا غلط، لا واخا تشوف السؤال وتقول لا هذه كيتخدم بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه، في نفس الوقت لا خصك تعطيه الحق ديالو وتشد الاطروحات اللي غتهضر عليهم ويكونوا كلهم كتتعامل معاهم على يعني نوع من المساواة. هذا بالنسبة للتحليل. المناقشة تتضمن طبعا قراءة نقدية للأطروحة ولا الأطروحات المتضمنة احتمالا في نص السؤال الإشكالي، لأنك توقف على الأهمية وعلى الرهانات ديال الأجوبة المفتوحة والنوعية الحجاج الداعمة اللي غتعتمد عليها في التحليل في المناقشة ديالك. خاصك تطرح عاوتاني إمكانيات أخرى كتفتح آفاق التفكير في الموضوع الإشكال، وذلك من خلال انك تعرض الاطروحه ديالك ولا الاطروحات النقيده للاطروحه اللي انت كدرسها بطريقه كتنتج شكلا ومضمونا مع اللي درناه ولا اللي قلناه لحد الان. يعني الشيء كامل اللي هضرنا عليه، الامكانيات ديالك خاصها ديما تكون يعني الامكانيات اللي غتحط خاصها تكون ديما كتهدف لواحد الحاجه، انها تفتح الافاق ديال التفكير في الموضوع، يعني ما تخليهاش محصوره، ماشي حيت هو سؤال فاحنا غادي نحاصروا معاه، لا راه الهدف ديال السؤال هو انك تطور داك السؤال وتزيد تشعبه وتجبد منه افكار اخرى، فلذلك انتبهوا لهذه القضيه الله يخليك. وطبعا كتجي الختيمه، ودائما الصياغ الثلاثه، اولا اما الخروج بخلاصه تركيبيه منسجمه مع منطق التحليل والمناقشه السابقين، يعني تلقى الخيط الرابط بينهما وتمكن من ابداء الراي ديالك الشخصي اذا تطلب منك ذلك، بنوع من المرونه والدقه والانفتاحيه، وطبعا دائما احترام الراي الاخر. الطريقة الثانية هو أنك تحول النتائج ديال التحليل والمناقشة اللي دازو لتساؤلات إشكالية اللي كتفتح الموضوع على آفاق للتفكير أكثر رحابة، بهدف أنك تزيد تعمق المعالجة ديال الإشكالية ديال الموضوع المطروح. وتتبقى الإمكانية الثالثة هو أنك تدير كما قلنا سابقا سواء في القولة سواء في النص، أنك تزاوج ما بين الخلاصة التركيبية من جهة والطرح الإشكالي من جهة ثانية بدون تعسف ولا إطناب، يعني ما تصغرش بزاف وما تكثرش بزاف وما تنتشرش شي اطروحه على الاخرى، يعني تزاوج انك دائما حل انت واحد القائد ديال واحد الاخر.
الاوركسترا عندك بزاف ديال التقنيات وبزاف ديال الادوات خاصك تحاول دير بيناتهم واحد الانسجام عفوا باش دير بهم اصلا مقدمه مزيانه باش تخدم بهم واحد العرض مزيان وبطبيعه الحال باش تنهي السيمفونيه ديالك بواحد الخاتمه اللي كتحترم كلشي.